في حكاية الناس على 91.95.95.6. توت سويت نشوفوا واش عنا اليوم في كاب الخير. كاب الخير كاب الخير طبعا كاب الخير توصلوا فيها اصواتكم الكل تفاعلاتكم وخاصه اليوم الفئه طبعا اللي عطها اشكال وحاله اجتماعيه صعبه نوصلوا الصوت ونشوفوا المجتمع المدني طبعا اللي ديما يكون موجود بتدخلاته. معنا اليوم حاله من الحالات اللي الحقيقه اليوم مهم جدا انه يتم التفاعل معها. مخلص دونك زوز اخوات مع مخلص ومع اخ اخر يعني من مشكل في الكلى وحاليا قاعدين يقوموا بالدياليز. مع هذا طبعا عندهم اشكال في النظر ان شاء الله ربي يقيمهم لاباس وربي يشفيهم. معنا مخلص اهلا وسهلا مرحبا. عسلامة نرمين مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا بك نشكرك اللي عديتني ونشكر الفريق اللي معك الكل. شكرا لك مرحبا بكم وجبنا هذايا قولي. انا ماذا بيا نحب نحكي حكيتي بالحق. انا من من انا مراش ونعمل في الجلسة أنا وأختي نفس الحالة. أي وظروفنا الاجتماعية تعبة برشا وبالحق أختي نرمين تعبة على الأخر رغم الدويات والمصاريف معناها وبالحق معناها على الأخر ونعيش عند أختي. أي مقيمين في المرسى في الطابق بالتحديد. أي ما عند أختك دوك زوز تسكنوا عند أختكم. أي أي حاليا تو عند أختي حاليا تو معناها منها صارت شويه مشاكل من خاطر لازمنا ندفعوا الفلوس نتاع الكري وكل شيء لازمنا معناها نلقاو حل ونمش نوصلوا معنا خاطر اختي قالت معناها رزن عليها الحمل معناها فهمت اوكي. دونك انتم ما ماكمش تخدموا انتم مزوزه؟ لا لا مراوش معناها ونعمل عندكم مشكل في النظر زاده ان شاء الله ربي يشفيكم يا ربي يبعث لكم الشفاء ويبعث لكم ديجا يا نرمين اختي توا ايمان في السبيطار قاعده تعالج عندها مشكله في معناها عندها مشكله في القلب زاده ان شاء الله ربي يشفيها يا ربي. بالحق نطلب من فاعلين الخير يا نرمين بالحق اللي نسمعوا فيه الكل سواء في تونس سواء في نابلس سواء نعرف اللي كابا فيلم نسمعوا بالحق تفاعلوا معايا على الاخر ظروفي تعبه على الاخر بالحق راني معناها سكرت البيبان في وجهي ما بقاش عندي حتى باب ابار باب كابا فيلم بالحق معناها امان تفاعلوا معايا وعاونوني راه بالحق ساعات نخمم بالحق نخمم نخمم من تسكرت البيبان في وجهي نخمم ننتحر ولا بالحق. لا 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 اللطف يا ربي علاش يا اختي عليه اليوم اجا نقول لك اجا نقول لك من غير ما تبكي ومن غير ما تتقلق. الناس الكل راهم يعانيون في مشاكل معناها يعني انسان معانا انا شخصيا نعاني برشا مشاكل كلنا عندنا مشاكل سواء تكون مشاكل اجتماعيه ام مشاكل صحيه ولكن شويه صبر ونلقاو الحل. ملي عمر 6 سنين وانا نعاني معناها بالحق تعبت لطف على الاخر معناها باهي ايش نقول لك انا باش نحاول نسعى من جهتي اني نحاول نوصل الصوت قدر الامكان وان شاء الله الناس يكونوا متفاعلين معك. باهي من عليا نمروك مخلص نمرويا هو 22 020 289 باهي 22 020 289 باهي هذايا الرقم 22 020 289 رقمك انت شخصيا. دونك اللي يكلموك بيان سور فما جمله من الوثائق بطبيعه لي زوردونونس لي سيرتيفيكا اللي معناها موجود فيها الحاله الصحيه. عندي الزوردونونس نتاع الدواء نتاعي عندي معناها الشهاده اللي تثبت نتاع الدياليز نجم عندي نجم كان لازم معناها نجم نحاول نوصلها لك كان تحب انت نوصلها لك. اي فما خاطر فما ناس اليوم باش تتفاعل يقول لك نحب بيان سور من حقهم اليوم ياخذوا الوثائق. باهي عندك دواء فما دوايات لازمك تاخوهم غاليين برشا هما برشا دوايات الدياليز يتاخذوا دواء دياليز بركه ما بيني انا وايمان على الاقل مليون في 3 شهور معناها برشا دوايات وانت تعرف معناها فما لي فيتامين فما لي بوماكس فما البينوفيت فما الكيكزالات هذه نتاع البوتاسيوم اللي سوما 157 دينار فما برشا دوايات اخرين معناها برشا مش معناها دواء واحد فهمت. انا ناكد لك الصوت وصل لبرشا ناس ونحاولوا ان شاء الله من هنا للعشيه من هنا غدوه. الله يحفظك يا عايشك مرحبا هذا وجبنا ان شاء الله يا ربي نسمع عليك اخبار طيبه وان شاء الله يا ربي يكونوا فما ناس يتفاعلوا معك. شكرا لك مخلص ان شاء الله بالشفاء ليك ولاختك وقدره ربي مرحله وتتعدى وتقفوا على ساقيكم وما فما بلا الا ما بعده يكون فما شفاء.
ان شاء الله لاباس. اكيد نرمي. أكيد. يعيشك. شكرا لك. للناس اللي تحب تتفاعل الحقيقه حاله صحيه تعبه برشا، وخاصه اللي يقدر حتى يشري باكو دواء، اللي نجم يقدر انه يشري يعاون باكو دواء، ما فماش يذل حاجه تنجم تكون حاجز ما بينيته. 22 020 289، بطبيعه هذا رقم المخلص. وتنجموا طبعا قبل كل شيء تطلعوا على الوثائق الصحيه الداله على هذا الكل. اليوم الناس الكل بطبيعه تنجم اي واحد يعاني من مشكل صحي فجاه تضيق به الدنيا، الظروف الاجتماعيه وخاصه وقت تكون ناقصه نظر، دونك فما ناس ظروفها الصحيه هي اللي احيانا تمنع عليها انها نوعا ما تلقى موطن الشغل وتنجم تستقط منه. هذه هي كاب الخير لليوم. طبعا ننتظروا تفاعلاتكم وتفاعل المجتمع المدني في مثل هذه الحالات. هذه هي كاب الخير لليوم.